يمتاز الأردن بالآثار العديدة الموروثة من معالم الحضارات باختلافها، والتي مرت على أرضه والتي زادت من مكانته التاريخية. ومن المدينة الوردية التي نحتت بالصخر تقف بقية الجبال شامخة بعراقة التاريخ. وإلى أخفض بقعة في العالم تتجدد النفس والروح في البحر الميت المليء بالحياة. وعن ثغر الأردن الباسم نتحدث عن العقبة والتي تزهو بتقدمها سريع الخطى بمركب يجمع الفرح ويزفه في عروس الشمال إربد. هذا ويتمتع الأردن بمزايا ومقومات جغرافية جعلت منه مقصداً سياحياً للسياح في جميع فصول السنة، إلا أن هناك أماكن سياحية بالكاد أن تكون معروفة لسكان المدينة، والتي ارتأينا من تقريرنا هذا أن نسلط الضوء عليها لنشد الرحال إليها في رحلاتنا القادمة.